بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السيد الرئيس الجمعية السيد بير جران، السادة أعضاء المكتب، السادة المجهزين، السادة الإعلاميون، باسمي وباسم جمعيتنا والمكتب والمهنيين نطلب من الله عز وجل الشفاء العاجل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على أثر الجمعية العملية الجراحية التي أجريت له بنجاح، ونتمنى لهم باسمي وباسمكم جميعا مرة أخرى الشفاء العاجل في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. السادة أعضاء المكتب، السادة المجهزين، كما سبق لي قلت لكم، لأن من بداية الجائحة ونحن نعاني معكم هذه الأزمة، لأن كنا في الحقيقة في الصفوف الأمامية لأننا نحن في حالة حرب، والعدو في هذا الحرب وهو الجائحة كورونا كوفيد-19. ولكن بفضلكم جميعا وأشكركم جميعا على مجهوداتكم التي قمتم بها لكي تكون الأسواق السمك موجودة في جميع أسواقنا، وخاصة السمك المحلي لميناء بني نصار الذي له الجودة العالية. ولكن نعلم جميعا ما كان يقوم به المكتب الوطني للصيد والسلطات المحلية طبعا، ولكن احنا باسمكم راسلنا الى السيد العامل، وهذه المراسلة ليكون في علمكم ها هي موجودة، راسلناها يوم 7 مايو، هي الرسالة السيد العامل، عدة مرات قد ذهب المدير المكتب قد ذهب المندوب السيد البحري والمدير المكتب الوطني للصيد لاجتماع مع السيد العامل، ولكن لم يجتمعوا معه. وفي الأسبوع القادم اتصلوا بالسيد رئيس الجمعية فقط، رئيس الجمعية فقط، لم يتصل بنا أحد، لا أنتم ولا نحن، إلا السيد الرئيس الجمعية. ولكن نجد الصفة الأخرى، عيتوا على الجمعية الحسنية، الجمعية الأخرى، ثلاثة ولا أربعة ديال الجمعيات اللي مشاو حضروا في العمالة، ودخلنا بعد تدخل السيد الرئيس وتدخلي أنا شخصيا، كان لا يجب أن يجمعونا ما بين التجار والمهنيون. وفي تدخلنا ذكرنا أولا الباخرة ديال سليمان التي أنقذت ثلاثة أشخاص، وذلك ثلاثة أشخاص قانون إنساني أوبليغاتوار، يجرهم ولا ينقذهم ولا يبقى معاهم، هذا قانون البحار، ولا يبقى معاهم تجي الإنقاذ اللي غتسلكهم. ولكن كانت الرياح القوية قد اتخذ القرار وأتى بهم إلى الميناء، ولكن يفاجئنا بعض المسؤولين حيدوا لهم الحوت. أنا أتساءل، وهذا الكلام قلنا في العمل ماشي غير هنا، أتساءل لماذا هذا النوع السمك كان عنده في العنبر متلج ونصف المارشي نصف الباركو وتحيد ليه، والكاميوات اللي جاوا الحوت ديالهم ما عندهم حتى شي ورقة، ما عندهم حتى شي ورقة، تشدوا وطلقوهم، مشاو ذاك السمك تبع، ما عرفناش منين جا ذاك السمك، ما عرفناش منين جا. وقلنا للسيد كاتب العام اشنو وقع، وفاش اتصلت بهم انا شخصيا قال لك راه ما كانتش اللجنة اسيدي، غير واحد بلا لجنة، غير واحد، ذاك الحوت ما عندوش المصدر يمشي للنفايات.
هذاك السيده راح يدولوا الحوت 5 ولا 6 مليون الحوت وهذاك طلقتيه كيفاش؟ كاين شي يد خفيه اللي كتحميهم. حنا ماشي ضدهم، حنا ماشي ضد هاد الناس، يجيبوا الحوت ديالهم ولكن يمشيو للنادور، يمشيو للدريوش، يمشيو للعروي، يمشيو للسلوان، يمشيو لوجده، يمشيو للبركان. راه وجده كاين السوق ما فيه حتى موظف، الموظف اللي كان هناك راه جابوه هنا للنادور لان ما كاينش باش يتخلص. والمكتب الوطني للصيد عنده ورقه من 2014 هو مخبيها علينا 2014، لان كاين القانون اللي كيقول ممنوع التجار السمك يبيعوا في السوق ديال الميناء، هذا ممنوع اصلا. وان حتى الحوت اللي كيجيبوه كيخلطوه مع ديالنا، ما بقاش القيمه ديالنا ولا المنتوج ديالنا ولا الجوده ديال السمك ديالنا. رغم الاتحاد الاوروبي ديما فوقاش ما جا كل سنه كيجي كيعطيو رقم واحد للنادور بالسمك ديالو، بالبحريه ديالو، بالباركوه ديالو، فالمحافظه على الجوده ديالو الى اخره. هذا راه ما غنكروش، راه الاتحاد الاوروبي كل ما راسل اللجنه الميناء كناخذوا رقم واحد. وخرجوا بعض الاخوان تما اللي كيقولوا راه عندنا ريجيست كوميرس، عندنا اسمو. حنا باسمي وباسمكم جميعا تنطلبوا المكتب الوطني للصيد، ذوك الناس اللي ما كيشريوش علينا الحوت كيجيبوا الحوت من برا، يتحيد لهم المجازات، المجازات هذوك تعطاو للمهنيين اللي غيشريو علينا الحوت، باش الا بقى له شي صندوق ديال الحوت يخليه هنا في المرس في سمو في الميناء غد ليه يبيعو، لان ما يوقع ليه والو، لان السمك ديال النهار ولا يومين ثلاث ايام. راه الحوت اللي كيجيبوه هما راه كيبقى الباركو 10 ايام في البحر، 11 12 يوم هي اللي كيفيع في اكادير. الشاحنه كتجيبو من اكادير ولا من العيون ولا من طنطان كيجيبو خصو 20 ساعه ديال الطريق، وكيديروا نص البلاط لاكلاص، نص البلاط لاكلاص. عباد الله، هاد البيترينال، هاد البيترينال اللي كيقول لك راه الجوده، ما الجوده هنا هي الجوده اللي كيتكلموا عليها. انا اتحداهم، قلته مرارا وتكرارا، اتحداهم غنحلوا واحد الكاميون هنا في الصباح ما نخبروهمش، غنقول لهم غدا غنحل لكم الكاميون، غنوجدوا تما غنحلوا واحد الكاميون، غتلقاو عنده 20 في الفيله ديال الصنادق، والواحد والواحد تلقاو عنده نص كيلو دلاكلا. ليكسبير غادي يجي غادي يقيمنا المبيعات اللي كانت قبل الجائحه في وسط الجائحه واليوم. انا كنطلبكم تبقاو تخرجوا للبحر، حنا ما غاديش نديروا الفوضى، حنا غادي نخدموا، ولكن باش يكون علمكم حنا غنجيبوا ليكسبير غيقيمنا المبيعات اللي كانت من قبل وفي وسط الجائحه وما بعد الجائحه، غنشوفوا المصاريف اللي كنديروا والمداخل اللي كندخلوا. لا يعقل انا كنخزب 12 13000 درهم ديال المحروقات والثلج والماكله ولا سوراز، كنجيو كنبيعوا 10000 درهم كيحيد لنا 14% في المكتب الوطني للصيد، وكيشجعوا الكاميوات. كيقول لك انا اسيدي هو المدير كان غيكتب للسيد العامل عندي ممنوع يدخلوا هنا، ها الورقه، ها شنو كتقول الورقه؟ الورقه كتقول راه غير المهنيين. يبني لهم اسيدي، ما حسنا حتى واحد، حنايا حتى واحد ما حسناش. يمشيو للسلوان، يمشيو للعروي، يمشيو للتازا، يمشيو للقرسيف، يمشيو للتوريد، يمشيو للجراده، يمشيو للفيكي، ماشي النادور، ماشي الميناء ديال النادور. والغريب في الامر كيشجعوهم على المهنيين، راه هما 20 كاميون كيشغلوا 20 شيفور وما مسجل حتى في لاكي السوسيال. ما انتم راه كتسجلوا 15 حتى 20 واحد، 20 اسره ماشي واحد، 20 اسره في الحقيقه، 20 اسر مسجلين في لاكي السوسيال بالتغطيه الصحيه ديالهم والتقاعد ديالهم، وكيخلصوا على اولادهم والى غيره. واش غتقارن ذاك 20 شاحنه مع واحد الباخره؟ انا ما نقارنوش مع واحد الباخره. والمبيعات غيعطينا لوفيس شحال باعوا السنه الماضيه والسنه اللي قبلها والسنه اللي قبلها، وغيعطينا المبيعات ديالنا. هما جاوش كاملين لان ما بغيناش يكون ازدحام باش يكونوا اتساع على المصيبه ديال جائحه كورونا. ونتمنى ان شاء الله في القريب العاجل ترفع علينا الحظر، عاد ذاك الساعه غنديروا اجتماع، غنعيطوا على الامر، غنعيطوا على السيد الباشا، غنستدعيهم كاملين، نضعهم في الصوره باش يعرفوا الحقيقه. ما يبقاوش كيوصلوا ليه للسيد العامل كيقولوا ليه، كيقول السيد العامل راه الحوت ديالهم ما كافيش للنادور. اتحداهم
أتحداهم الحوت ديالنا كيبقى في الأسواق كيبقى تلستة تلس بعد العشية ما كيكملش، وكاين اللي كيبقى تلغد ليه وكيوصلوا للسيد العامل. هذا راه حقيقة تعرفوها، كيوصلوا للسيد العامل راه البركة هو ديال الناظور ما قادينش يزودوا الأسواق ديال إقليم الناظور. غنقولوا ليهم راه السبب ديالكم هما انتم المسؤولين اللي حاضين هاد الناس اللي كيجيبوا عندنا الحوت، راه كثر من 100 باخره اكثر من 100 باخره غادرت اقليم الناظور، شي في العيون شي في طنطان شي في اكادير شي في الصويره شي في الدار البيضاء شي في العرايش شي في قنيطره وشي في طنجه وشي في الحوسيمه. يوم امس مشاو ثلاثه البركه غير البارح، علاش مشاو؟ هذا هو السبب. الا بغاو نشغلوا يد العامله ديال المنطقة ويكون الاقتصاد يتحرك الاقتصاد وما تكونش البطالة، يشوفوا هاد الناس يبنوا لهم السوق، يشوفوا العاروي ولا فين ما بغاو إلا في الميناء. لا، هذا قانون، حنا ما كرهنا حتى واحد. اللي جا بغا كما قالوا ذاك في أوديوت ديال هذاك ديال أكادير، ذاك بوشعيب ديال أكادير، باللي راهم تجار عندهم القانون وما القانون، اجي بزيد نفسني اجي مرحبا بك تنافسني شري باخره اجي تنافسني في البحر، ما تشريش مليون فرانك ديال الحوت جي تنافسني. وحتى ذاك الحوت راه ما كيخلصوش اصلا، ما يكونوا عيلكم راه ما كيخلصوش، خذ الحوت سير بيه حيد المصاريف ديالك جيب لي الباقي. هادشي اللي كيديروا. وسولوا شحال بكم الرياس ديالكم، سولوا الرياس ديالكم، راه عده مرات كيطلبوا منكم بور بوريكو ذاك الغبره، علاش كيطلبوها؟ باش كيضربوا بها الحوت، باش الحوت كيبقى كيتبريا. سولوا الرياس ديالكم واش هادشي اللي كنقول واش صحيح ولا ماشي صحيح، لان كاين بزاف اللي كان عندهم العلاقه. اعطي لي واحد كيلو البوربو، سولوا فين كيدار ذاك البوربو، فاش كيدار، لان ذاك البوربو بالحقيقه هذا بحر الصابون في الوقت اللي كيدير في الماء بحر الصابون، كيضربوا كيرشوا به كيبقى الحوت كيتبريا بحال الحوت الا كان ديال النهار. ولكن في الوقت اللي كديروا في المقله تاكلوه راه كتاكل في بلا حره. راه المسائل اللي كيديروا هنا في المرسى حنا ساكتين عليها، تكونوا في صف واحد كما كنقول لكم دائما، حنا ديما في جانبكم. انا كما قال لك السيد الحاج ابركان، انا في الغرفه بعد ما قال لي تحرك تحركت، اتصلت بالغرفه، كان عندنا اجتماع مع الكتيبة العامة وخا بالتقنيات الحديثة ما يسمى بالتليماتيكا، ولكن التدخل ديالي كان ناجح 200% ماشي 100%. علاش كان ناجح؟ بعد تدخلي والأجوبة ديال السيدة الكاتبة العامة مشكورة، دخلوا ثلاثة الناس مورايا قالوا لهم الحاج بوروا افتح لنا الشاهية باش نحضروا على هذا الشيء. الرئيس الجمعية ديال الحسيمة دخلت هو قال لك راه كنشكروا السيد الوالا راه جرى عليهم ما بقاش كيجي لان حتى هما كان عندهم مشكله. تدخل عبد الواحد الشاعر اللي عوض معنا في الغرفه وكذلك عوض مجلس الجهه، تدخل كذلك هو اللي قال الحاج بورو فتحنا الشاهيه باش نهضروا على هذا الشيء راه مشكله. هما راه جرى عليهم كذلك، رتبنا لهم السوق في تطوان، قال لك من النهار اللي رتبنا لهم السوق وحنا الحوت المنتوج ديالنا كيبيع بالثمن والناس كتعرف شنو كتشري. اللي كيعرف اللي بغى الحوت مزيان هو اللي باغي الحوت ماشي جلد تطوان. وكذلك دخل خالد شاكر. خالد شاكر عنده السردين وعنده شالوتير في العرائش. دخل كنشكروه من هنا باسمكم جميعا كنشكروه، قال لي خصنا نوقفوا كوقفة راجل واحد مع بوروا، لان فعلا ذاك الحوت راه هناك ما يجيش عندنا المرسى ما كيجيش، ولكن كيف عليه باش يجي هو باش يسمع لان عرفت اللي غيكتب الكتبه اللي غيكتب غيقراوها جميع غيقراوها اللي غيقراها غيعرف الحقيقه، لان حنا ما نكذبوش على عباد الله، حنا كنقولوا الحقيقه. السيد العامل غيسمع وشوفوا لنا الحل في اقرب الاجل في اقرب الاجل، حنا ماشي فوضويين، ولكن الى ما سمعوش في القريب العاجل هذا التدخلات ديالنا غندخلوا نهار واحد ما نبقاش واحد يدخل لوحده، غندخلوا جميع غنحطوا ما يبيعناش لوفيس. واش كانت كتجي 20 شاحنه 20 ريمون 20 شاحنه ما كيبيع معاهم تريال
وحنا الحوت ديالنا كيقول ممنوع تبيع وتما برا. شنو غنديرو؟ اشنو المعمول؟ المعمول هو هذا. حنا غنخبرو السيد العامل لإعلامه موجودين معنا. والرسالة أنا مشات للوزير. الرسالة ها هي غنعطيها لكم دابا، أنا مشات للسيد الوالد. سمو البيان التوضيحي تا هو ها هو البيان التوضيحي ديال الغرفة، والغرفة مستعدة أن تقف إلى جانبنا، إلى جانبنا غنوقفوا جميع المواضيع ديال الشمال، حتى واحد ما غادي يخرج من الحال. إما يجربوا لنا الحد وإما نوقفوا جميع المواضيع. رئيس الغرفة مشكور تا هو لأن قال لي حنا معاكم غادي نوقفوا بالإجماع، ماشي غير واحد منا. ونتمنى من آخرين اللي معنا داخل منا أن يأخذوا حظوة ويكونوا إلى جانبهم الإخوان الرياس والمجهزين ديال البواخر الجر، لأن حنا كنتكلموا على جميع البواخر، ماشي كنتكلموا على البواخر ديالنا. ولكن نتمنى الطرف الآخر أن يقفوا إلى جانبهم المهنيين وأرباب المراكب السيد الجر، أن يقفوا إلى جانبهم ليكون ميناء عنده لغة واحدة وعنده كلمة واحدة، ما كاينش جوج. حنا ما كاينش أي أحد حتى دكتور جبرين يجيب لهم المنتوج ديالهم، يجيبوا العامل، يجيبوا السروال، يجيبوا الناظور، يجيبوا المغرب. ولكن ليا الناس اللي غتبقى تجي ليا غتعرف مناشة الحوت ديال الناظور ديال المنطقة اللي نحن ديالنا عنده أكثر من 24 ساعة ولا 48 ساعة حتى الحين ما تخدم. والعمارات ديالنا كما كتعرفوا كلها عندها بوليستين، سرتو اللي داخل واللي داخل الرسالة هي عندي حتى هي لا راه هما كيقولوا راه كيجيبوا رجوله، كتبوها مع بحر ميوز ولا كيجيبوا رجوله. انا تحداهم، اتحداهم ولكم بغيتكم تكونوا معايا النهار اللي غنقول لكم اجيو خصكم تجيو هكا ونحضروا نحلوا لهم واحد ثلاثه الكاميرات، لان الحاج قال لهم شوف الا درتوا شي لجنه يكون واحد من الجمعيه ديالنا، اما انت ولا انت ولا انت ولا انا ولا الحاج اي واحد منا يكون معاهم في الجمع باش نعرفوا شنو اللي كيديروا الفروقات، لان الفروقات اللي كيديروا ما كيديروش بها. والامن كان كسيدي انا احنا بجربوا فوق جمع قبل سيدي العامل التعليمات حتى واحد ما يدخل تما. بغيتكم النهار اللي غادي يجي ذاك الشاحنات ديال الحوت نراقبوهم، مشوا حنا نراقبوهم، شدوا 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 شاحنات عنده ورقه غادي المحمديه شدوه هنا غادي المحمديه، عنده 60 صندوق وعنده 400 صندوق في الكامل، الورقه عنده 60 في الكامل عنده 400 اطلق. هنا كنطرح السؤال علاش ذاك الشاحنه واللي باقي شدو اللي باقي اللي عنده الحوت ديال البنات تشد 14 مليون في الحجر الصحي و6 مليون ديال الحوت والباركو رابط. واش هادشي معقول؟ حنا كنطلبوا نكونوا سواسية أمام القانون. القانون ديال 14/8/2014 تمنع كليا الشاحنات الآتية من موانئ أخرى أن تأتي إلى ميناء فرنسا لكي تبيع منتوجها أمام البواخر إلى جانب البواخر. أنا قلت لكم انا البارح في الوقت الجائحة واليوم حتى البيع باش نشوف راه كاين المصاريف اكثر من المداخل، ورغم ذلك كنشركوا مرة أخرى كتخرجوا للبحر كتزيدوا الفلوس وكتضحيوا بالمجهودات ديالكم مادية ومعنوية، ولكن تزيدوا الطرف الآخر ما همهمش، همهم الربح الصريح 10,000 درهم ديال الحوت ولا 20,000 درهم ديال الحوت كيخليك أنت اللي كتصرف 12 درهم ديال المصاريف اليومية. نشوفوا شحال كيخلصوا، انا غنضربوا ليه دابا غنضربوا ليه عطينا شحال باعوا السنه الماضيه، شحال السنه الماضيه والسنه اللي قبليها، شحال دخل تما، رغم 20 30 شاحنه اللي كتدخل يوميا. وحنا ما بغيناش كما قلت لكم حنا ماشي فوضويين، حنا كنتحاكموا للقانون، القانون هو اللي كيحكم علينا، يجب ان نكون سواسية امام القانون. ولكن هذا ما عندوش القانون، لان كاين اللي ربما كاين اللي دار عليه ربما. باسمكم وباسم الجميع نتمنى الشفاء العاجل
لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في أكبر وقت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.